تحكمنا في المقابله حتى سجلنا الهدف، وكنظن بان الشوط الاول كله كان سيطره مطلقه ديالنا، فخرجنا بهدف لصفر، كان ربما نخرجوا باكثر من هدف. والشوط الثاني تعذبنا لان هذا هو اللاعب اللي كيتكون الاحتراف دائما عنده هذا المشكل ديال ملي كيكون منتصر تيتخوف من 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 هدف وما تيفكرش. وكنا كندفعوهم من جنبات الاحتياط، كنا كندفعو بهم على انهم يثبتوا ويلعبوا بالعقل وانهم خصهم يضيفوا هدف وما يرجعوش للوراء. رغم ذلك فهما التخوف ديالهم هما يدافعوا على الهدف بديك الطريقه الدفاعيه. وانا كنظن بان هذا الشيء مع الوقت كنظن غادي نحاولوا اننا نتغلبوا عليه، وفي اغلب المقابلات كنظن كنا متغلبين عليه. في مقابله الوداد كنظن بان الشوطين بجوج كنا لاعبين كره، رغم انتصار ديالنا وتسجيلنا الهدفين بقينا في نفس الوتيره وكان بامكاننا نسجلوا هدف اخر. حتى الملعب ما كيروقش لان تيخلع وتيخوف لان لي روبون بزاف وما تيخليوش اللعب مرتاح باش يأدي ذاك العرض اللي كيبغي. بدوره بعد دوره كتكبر الاطماع، واش ممكن نشوفوا المغرب تطولي خلط الاوراق هذا العام؟ اش غادي نقول لك، هي الان راه خلطت الاوراق، لان ملي كتشوف فريق المغرب التطواني متسلق هاد الدرجات وبعيد من فريق الجيش وبعيد من فريق الوداد، هاد الفرق اللي كانت دائما هي اللي كتكون في هاد البطوله هي اللي مسيطره عليها. كنظن بان فريق الفتح الان وفريق المغرب التطواني خرجوا على القاعده، وعوض ما يكونوا كيلعبوا في اسفل الترتيب كنظن بان منشطين البطوله وكيلعبوا ادوار طلائعية رغم أنفهم. والأمور بخواتمها عزيز العمري.